انقسم الناس في التعامل مع الكفار الى طرفين ووسط. Ati abantu mu gukorana n'abantu batari abayisilamu hari ibice bitatu hari ibice bibiri harimo n'ikindi kiri hagati قسم يتعدى على الكفار بالقتل بالسب بأخذ الأموال Ati hari igice kimwe kibasira abantu batari abayisilamu kikabica kikabakorera ibikorwa bibi وقسم يشارك الكفار في أعياد في احتفالاتهم في لباسهم Ati hakaba n'ikindi gice kisanisha n'abariya abantu الصحيح الوسط لابد أن نفي للكفار في العهود لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال لكن لا يمكن مشاركة الكفار في أعيادهم ندعو لهم بالهداية ندعوهم إلى الإسلام نخاف عليهم من النار نعاملهم بحسن الخلق كل واحد منكم مسلم هو داعية إلى الله كل مسلم هو داعية إلى الله شئت أم أبيت الكفار ينظروا إليك أنت عندما تمشي عندما تأكل عندما تعمل عندما تصلي الدعوة الكفار أحيانا تكون بالعمل أعلى من القول المسلم لا يكذب المسلم لا يسرق المسلم ينصح للكفار لا يكذب عليهم كثير من الكفار دخلوا للإسلام بسبب الأخلاق التعامل إذا أنت داعي إلى الله بعملك وهم قالوا كل شيء يكون